السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا مشاهدي ومتابعي قناة الحريفي بلوك، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نتكلموا فيه حول واحد البلاغ ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينيسيس بخصوص الناس اللي خلصوا في إطار نظام سي بي، يعني الناس اللي ديجا خلصوا في التغطية الصحية زائد المساهمة المهنية الموحدة. فالبلاغ تقول ينهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم كافة مؤمنيه أنه أصبح بإمكانهم إيداع ملف التعويض الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض لدى مكاتب القرب المعتمدة المنتشرة في كل أنحاء التراب الوطني، والتي تحمل صفيحة إعلان مكتوب عليها مكتب معتمد لوضع ملف التعويض عن المرض آمو. هنا في هذه الفقرة هذه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقول أن كافة المؤمنين ديالو، بمعنى الناس اللي مسجلين عنده في الصندوق في السجل ديالو، راه بالإمكان ديالهم يحطوا الملفات ديالهم، في ملفات ديال الأدوية، الملفات ديال العمليات العلاجية، جميع هذه الأمور هذه اللي كتدخل في التعويض، اللي بإمكان أنهم يشدوا التعويض ديالها في إطار التأمين الإجباري عن المرض. هاد الملفات بإمكانهم يحطوهم عند مكاتب القرب المعتمدة. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دار واحد سلسلة من الاتفاقيات مع هاد يعني هاد المكاتب ديال القرب، بحال التسهيلات وبحال وفاكاش بحال هكا، باش بلا ما يمشي المؤمن اللي يعني المنخرط في الصندوق، ما يمشيش حتى للمكتب ديالو، ولكن يمشي غير عند هذوك الناس هذوك ويدفع الملف ديالو، الملفات العلاجية والاستشفائية والدوائية. هاد المكاتب ديال القرب تيكون عندهم واحد العلامة كما جاء في البلاغ، فيهم هاد العلامة فيها مكتب معتمد لوضع ملفات تعويض عن المرض آمو. يعني فين ما نشوفوا هاد الإعلان، هاد اللافتة هادي وهاد الإعلان، غادي نمشيو نحطو الملفات ديالنا. في الفقرة الثانية سيقول هذا البلاغ: وسيستفيد من هذه الخدمة الجديدة التي أبرم بشأنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتفاقية شراكة معه. هنا غيذكر لنا هذوك المكاتب ديال القرب، الناس كاملة كتعرف كاين الشعبي كاش، كاين بريد كاش، كاين كاش بلس وكاين تسهيلات. هادو هما المكاتب اللي يمكن المؤمن أو المنخرط في السينيسيس يحط فيهم الملفات ديالو. كافة مؤمنيه من العمال الأجراء وغير الأجراء الذين يمكنهم تتبع مراحل معالجة ملفاتهم من خلال بوابة إما www.sinisis.ma، وهذا السيت، يعني هذا السيت في ممكن جوجل راه غادي يعطيك تدخل لعندهم من خلال جوجل، أو من خلال تطبيق هاتف ذكي ماسينيسيس. هذا ماسينيسيس راه ممكن تيليشارجيوه من جوجل بلاي، أو المجيب الآلي التفاعلي، المجيب الآلي اللي عبر هذا الرقم 086 20 30 100، أو مركز الاتصال، يعني اتصل به مباشرة الوكالة لاجونس ديال السينيسيس، ألو ضمان 080 272 دوبل زيرو، وكاين 080 203 33 33. وللإطلاع على العناوين الشبكة ديال هاد المؤسسة، الشركة هاد المؤسسة اللي ذكرنا، اللي يعني باش تعرف العناوين ديالهم، يعني شعبي كاش وبريد كاش وكاش بلوس وتسهيلات، يرجى الولوج إلى الموقع الرسمي www.sinisis.ma. يعني إلا دخلتي الموقع الرسمي ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غتعرف العناوين ديال هاد المؤسسات، الشركة اللي سنات معها سينيسيس اتفاقية شراكة، باش هما يتكلفوا وياخذوا داك الملفات ديال التعويض الخاصة. وكذلك حاجة أخرى، إلا بغيتوا تتبعوا الملفات ديالكم فين وصلوا، فغادي تتواصلوا مع نفس الأرقام ديال سينيسيس، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني ديالهم sinisis.ma، أو تطبيق ديال الهاتف الذكي ماسينيسيس. إذا هذا هو البلاغ، والبلاغ مهم بزاف بالخصوص الناس يلاه اللي انخرطوا في السينيسيس، الغير الأجراء بطبيعة الحال، غير الأجراء كندويو على
ملي تنتكلمو العمال الأجراء فهم العمال اللي خدامين في الشركات والموظفين، أما ملي كنهضرو على الغير أجراء فهم الناس اللي عندهم مقاولة ديالهم خاصة بهم. ولكن في هذا النظام الجديد ديال السي بي او راه دخلوهم يا من خلال مؤسسات دار الضريبة، يعني أي واحد عنده محل ديالو راه أو مقاولة صغيرة يعني محل أو ورشة ومسجل في الضريبة تقنيا ومباشرة الاسم ديالو أو كيدوز عن الضمان الاجتماعي وتدخل في الفئة ديال السي بي يو. هذه الفئة ديال السي بي يو بمعنى هاد الناس الغير جراء الأجراء ولكن عندهم ورشات ديالهم، عندهم محلات ومقاولات صغيرة ومنخرطين في الضريبة، يعني الضريبة المهنية الموحدة اللي داخلين في الضريبة المهنية الموحدة، وهما هادو الغير الأجراء. بطبيعة الحال ما غاديش نتكلموا على الطبقة الأخرى اللي هي غير أجيرة، يعني ما خداماش وما خداماش مع شي جهة مع شي شركة وما عندهاش مقاولة ديالها خاصة بها بحال أصحاب السي بي او، ولكن هادوك راه فيما بعد راه بداو التسجيل ديالهم بحال الناس اللي عندهم مثلا تخدموا في ديورهم، مثلا الناس أصحاب الفراشة، ولكن عنده واحد يعني عنده خدام. فهاد الناس هادو راهم باقين يلاه كيتسجلوا. المهم إلى هنا ننتهي إن شاء الله، غادي نتكلموا في الفيديو السابق إن شاء الله، عفوا في الفيديو اللاحق إن شاء الله، شحال غادي يخلصوا هاد الناس هادو أصحاب السي بي او وأصحاب المقاولين الذاتيين والناس اللي عندهم الحرف أو عندهم مهنة ولكن ما عندهمش محل. هادو كلهم غادي نتكلموا عليهم وباختصار إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.